Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wandimochenna hetoche wudde sunna takatatayoch yezih dars ra'isachin insaniya malat sab'awi malat ye sab'awinet na ye mu'min wandimamaachinet haqq yemilno الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوه وندماماچوچ ናቸው مؤمنوچ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده كانت نفس خلقاچون الله فروت الى الله وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ከአባትና ከእናት ፈጥሮ ያሰራጫቸውና ያባዛቸውን አላህን ፍሩት ይላል። እንግዲህ ያንድ አባት እናት ናቸው ማለት ነው። ይሄ ነው ኡኹወቱል ኢንሳንያ ማለት ይሄ ነው። አልሐምዱሊላህ ዲናችን ምን አይነት ዲን እንደሆነ ተመልከቱ። ልብ ብለን የቁርአኑን ማዕና ስናየው የረሱል አዳብና ስርዓት ሱና ስናይ ወንድማማችነት የዲን አድርጓል። ኢንሳንያ ወንድምነት ወንድማማችነት ሰብአዊ ወንድማማችነት አድርጓል። ካንድ አባትና እናት ነው ተፈጠራችሁት ብለዋል። ስለዚህ የሰብአዊ ወንድምነት የኢማን ወንድምነት የሀገር ወንድምነት ኡኹወቱል በለድም አለ ይላሉ ለማዎች የሀገር ወንድምነት። ስለዚህ ይሄንን ወንድማማችነት የጠበከው ጊዜ ስከት ይኖርሃል መጥፎ ነገር አያጋጥምህም ማለት ነው። ይሄን ሁሉ حق አድርጓል ዲናችን ማወቁ ነው እኛ ያነሰን አውቀን መስራቱ ነው። ሰባዊ ወንድማማችነት አቆች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚች አያት ተናግሮናል ማለት ነው። አያተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أخبرنا أن نتق الله السن እንድንፈራ ነው። የሰው ልጅ በሙሉ السن እንድንፈራ ነው። ወንድማማች መሆኑን السن ፈርቶ በወንድማማችነቱ ተከባብሮ እንዲኖር ነው በዚህ አያት የሚያስረዳን ማለት ነው። አባታቸው አደም እናታቸው ሐዋ መሆኑን ነው። فهم أسرة واحدة وكلهم إخوة في الإنسانية وهذا اتصال وانتماء إلى أصل واحد متساوون في الأصل والخلق አፈጣጣራቸው አንድ ነው ይላል። أن يتعارفوا ويتناصروا متواوقنا مرادادات ينورباتቸዋል በሰብአዊነታቸው أن يصلوا أنصابهم ዝምድናቸውን ማቀጠል ወይትርኩ እንስርየተሁም ዘረኝነታቸውን መተው ዘርን ማቀጠልና ማክበር ግን ዘረኝነታቸውን መተው ሁሉም ሙሽተሪኩነ ፊል ሁቁቅ ወልዋጅባት በሐቅና በግዴታዎች አንድ ላይ ናቸው። ወላ ተፋዱለ ቢል ሁቁቅ በሐቅ መበላለጥ የለባቸውም ኢላ ቢተቅዋ ወልሂዳያት ወአመል አኺራ በኢማን በተቅዋና በአኺራ ስራ እንጂ የሰው ልጅ من بلالت نغر يلملا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يالو يتلايي غوسا بهر يارغناچو لتتعايقو لتتواوقو لتردادو نو انجي اندو ليلاون لينيقو ايدلم ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ملاساچونا ملكاچو يتلاييو يا الله تامر نو ان في ذلك الايات للعالمين لا واكد النبي فقال الناس بنو ادم وادم خلق من تراب نبي اطبقوا سيناغرو سو كله يا ادم زر نو ادمم كافر نو يتفطرو سلازي بابات بجاهليه مالت نو ابات يفوكاكرو اندنبرو بزرنا باباتوچاچو اندمفوكاكروت اتهونو سلازي الله زند كاتنززا ينست يهون اللهچو هلالو رواه البيهقي نو حديثو الاخوه أخوة الإيمان وأخوة البلد وأخوة الإنسانية إيه هلو سبعاوي واندما ما چنت ما كبرنا ما تبك اندال لبن دينا چنة استمرا المالتنا يزر واندما ما چنتم على اندزيهو إيه هلو يراسو ينورو المالتنا يتشالو يدين واند كهلو يدين أخوانو يدين واندما ما چنتاتشوه نويلال ከሁሉም አሁን ከተቀስነው ወንድማማችነት ማለት ነው። ወአላሃ መቃመን
قال الحسن البصري رضي الله عنه يوما لإخوانه: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا. يا دنيا وندموج دنيا نو مياستاوسون، يا آخرة وندموج جن آخرة نو مياستاوسون بلوال تلقوا عالم حسن البصري الله يزن لاتشو. الله تعالى: واعتصموا بحبل الله بالله جمد عندنو، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين نالو. بمؤمنوچ نو الله رداتان يلقسه مؤمنوچن بمحالاچو ياغباباچو دنيا عالم دنيا بياوطو ليغبابو ما يشلوبتن بزيه دين مكنات بزيه دين وندماوينت الله اندتغبابو ادرغاچو يلال الله سبحانه وتعالى. انت عالم دنيا بتسد لتاغبابا اتچلم. الله سبحانه وتعالى يقول: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. مؤمنوچ وندماماچ ناچو محالاچون اصلاح ارغو ماغبابات ارقنا سلام كل غزي اندورد حلاچهم ملفاتنا مطار አለባچو هلال. منافقوچ كافروچ لا ارسبرس يبلطه عند هونو لذي دين مالتنو اند مك اند لذي دين اند ملفوت يهنن دين لا بتاچ لمادرج اند ملفوت انانتم عند هوناچو ملفات ينورباچو حال. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم. مؤمن مؤمنن ايبدلهم اغلطو ايسطهم بوندمو حاجا يهونا سو الله بسو حاجا يهونال. مسلمن فرجا يدرغا كچنقت الله چنقتون يفرجوال. مؤمنن يستر كعيبو مالتنو كمدفو نغر انداي غلط يارغا الله هيقيا مالت بدنيام باخره السن يدبقوال. متفق عليه. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا اتمكنانيو چارتا اتادرغو اتقرارطو كتغنانيو سلامتا ستاو ستارا تريون اكبر مكر ستايكي حماكرو كاسنطسو الحمد لله قال يرحمك الله بلو كتامم طيقو كموت شنيو نورواه مسلم عن ابي هريره. سلازي طرو مؤمن صاحب طرو مؤمن اخوه ما ياز مؤمن يهونا وندم ما ياز يهنو مالتنو ما ياسفلقو. أن يحبه الله ويخيره أن يسلمه ويرد السلام. سلام تامستت تشميت العاطس إعادة المريض نو إجابة الدعوة نو. النصيحة مالت مكر مكابل هدية مدرج بحزنم بدستام مكافل يهنو وندم ما جنت مالت خير اللي ودنا ومدفوع ممنية اللبتم. ترك الغيبة همية واندمون مامات متو. عيبون مستر مردات نادمو خطبة السوبة جوبوتا على مقبات ليلو بسوق بيطلع على مدرس واندم مامات النت عدب عيد اللم ميار رارك نغرنو مالتن وشتنا كهدتن متو. كبر مستد دعا مدرق على مكروف نادمو تعاون مدرج متغاغز بمچلو نغر بخير نغر باسمنا بونجل سايحون. ان تجتهد لنفعه السن لمتقم متارنا ماسب متچنق مشاعر سميتن متطبق ياسفلغنال مالتنو. ان تؤثره مؤمن وندمهن كانت قدميا لتادرغونو راسن قدميا مدرج سايحون هولغزه السن قدميا بتارغو تلك عذاب نو مالتنو. صحابوچ مدينا لاي مهاجرنا انصار اندادرغوت مالتنو. ان تحترم وتصادق اصدقائه غوادنيوچن لتاكبرلت نو اندزهم ستتوچ مالت نو كسول جاي طفم ستت سسرا ستتوان مالف ينور بحال يهن يا اخوه حق نو مالت نو قال جبته قالهن ما فرس لبهم. ان تكون معه صريحن قلص لتهونلت نو كموت لتشنيو نو. ان تكون وفيا مع اهلي كبيت سبون قالون قالهن لتطبق نو سو كموت بحالا بيتسبون لجوچن ماكبر كچال كمردات مزير ينور بحال مالت نو يا اخوه حق نو. تذكره بخير خير تستوصله تسلو اهله بعد موته غادنياونم هنا بيتسبون زمدن سو وداجي هونون هلو انتم لماكبرنا لمقتل يغبحال اهنو يا اخوه انا صحبه حق مالت نو. هذا حقوق الأخوة واجب وحق أو مستحب ومندوب.
نحفظه يهنن سرعاتنا عذاب بهولتهم اگر سكيتهم معلوم هون انزهن سرعاتوج متنبقنا ماكبر ينور بنا ليالك يزهن درس بزيها بقال له والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.